غضب واحتجاجات في كافة المناطق المحررة احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية التركي يوم الأمس التي جاء بها رغبته بإجراء مصالحة بين النظام والمعارضة. الآن نحن أمام النقطة التركية في بلدة المصطومة، هنا نقطة للجيش التركي، خرجت أمامها مظاهرة للتعبير عن رفض المدنيين في هذه المنطقة للتفاوض أو التصالح مع نظام الأسد. سنتجول بين المحتجين لمعرفة ما هي مطالب السوريين اليوم. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية. ما في شيء. اليوم نحن ليش جايين هون؟ ليش محتجين؟ نحن محتجين هون ضد قرارات وزير خارجية تركي قولا واحدا. لن نصالح. صلاح صلح مع النظام ما في. لن نصالح. قعد على طاولة مع النظام ما في. قولا واحدا الثورة مستمرة حتى اسقاط النظام. اختصر الكلام. نعم. غير هذا الحكي ما عنا. لن نصالح يا بدي صالح. روح صالح مع قصد. روح يساوم على دماء جنوده اللي قتلوا النظام واللي قتلوا قصد. نحن ما بنساوم على دماء شهدائنا قولا واحدا. لن نصالح، هذا الشعار تم رفعه منذ يوم الأمس حيث اشتعلت مظاهرات واحتجاجات في كافة المناطق المحررة من ريف حلب الشمالي إلى الغربي وصولا إلى مدينة إدلب. والآن في هذه اللحظة يوجد أكثر من 30 نقطة تظاهر في مدينة إدلب وأريافها وأرياف حلب احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية التركي جويش أوغلو. لن نصالح، هذا هو عنوان جمعة اليوم في مدينة إدلب. خلف جمعة حلب اليوم ريف إدلب.